السلام عليكم، أنا الدكتور كريم. كما ذكر السيد الوزير، تركنا في مجلس الحكومة ثلاثة المراسيم اللي هي مراسيم عادية اللي كتجمع مشروع قانون المالية سنويا، واللي كتخص الاقتراضات الداخلية والتمويلات الخارجية والتبذير ديال الدين الخارجي، بالحث كذلك على فيما يخص مخاطر ديال الأسعار الفائدة وكذلك الصرف. فكما كتعرفوا التمويل هو موضوع مهم جدا، وبالتالي عندنا واحد القانون، مشروع قانون المالية اللي تفقنا عليه سابقا، ومازال يكون عندنا فرصة باش نتكلموا عليه، لكي واحد برنامج طموح، ولكن كذلك حرص الحكومة على الرجوع التدريجي للتوازنات المالية، وهادشي باش هاد المراسم مهمة جدا، غتمكننا من التدبير ديال هاد الاقتراضات والدين الخارجي. الموضوع الثاني اللي غنتطرق ليه بعجلة، وبعد يكون عندنا مناسبة باش نجاوبوا على الأسئلة اللي ما كانش بوضوح، هو هاد الارتفاع اللي موجود في بعض المواد. نذكروا بأن كما جاء في عرض السيد وزير الفلاحة، أن جميع المواد اللي كتنتج في المغرب متوفرة في جميع الأسواق، وكاين عندنا إما نفس الأسعار ولا انخفاض في الأسعار. المواد اللي كنشهدوا فيها ارتفاع في الأسعار معروفة، هي مواد جاية من الخارج، وهادشي مرتبط بواحد الظرفية عالمية وواحد السياق عالمي. فبعد اندماج مهم في الاقتصاد عالميا، لاحظوا بأن في هذه السنة 2021 تحركت عجلة الاقتصاد بحق العالم بالتصريح، مرتقب من صندوق النقد الدولي تقريبا 5.9% نمو في 2021 و 4.9% في 2022. وبالتالي هذا كيعمل واحد الضغط على بعض المواد الأولوية، لأن كان في الأول نقص في الانتاج، يلاه كنرجعوا تدريجيا لهذا الانتاج ديال هذه المواد، خصوصا مواد الكحول. كاين كذلك استرجاع ديال لي ستوك دو سيكوريتي، وكاين واحد التنافس بين الاقتصادات اللي كيجعل الضغط اولا على هذه المواد النفطيه، واللي عندهم انعكاس على النقل وعلى اللوجستيكيه. فهذو هما اللي عندها ارتباط بارتفاع الاسعار اللي كنشوفوها. نذكر اشياء مهمه اللي خاصها نكونوا عارفينها بوضوح فيما يخص القمح. راه كما ذكر لكم السيد الوزير، كانت سسبونسيون ديال الرسوم الجمركيه، لان خاصنا نوفروا للمغاربه والمواطنين المغاربه الاسعار اللي تبقى في نفس تقريبا في نفس لو نيفو فيما يخص هذا. ما يخص الغاز، راه كاين صندوق المقصة، وشفتوا كذلك المجهود اللي برمجاتو الحكومة في القانون المالية اللي جاي في 2022، اللي غيرتفع من 12 ل 19 مليار درهم. نذكر كذلك بأن اللجنة الوزارات ديال الأسعار اجتمعت في الأسبوع الماضي، وغادي تكتف هاد الاجتماعات في الأيام والأسابيع المقبلة. اللي لاحظناه هو ان كاين واحد التضخم اللي ابتدى تقريبا من ابريل وشتنبر، فشتنبر التضخم اللي لاحظناه مع 2021 1.2%، ولكن الا جينا نقسمو 2% جايين من المواد غير الغذائيه، خصوصا النقل اللي عنده ارتباط بالبترول اليوم تقريبا $85، و الملابس حتى هما عندهم علاقه باللوجستيكيه اللي ارتفعت. عندنا نسبه تضخم 2.3%، ولكن المواد الغذائيه فكاين انخفاض ديال 0.7%. فهذه اللجنه الوزاريه غتكتف الحوار اولا مع الشركاء، مع المديريات الجهويه والاقليميه، باش نحرصوا بان جميع الناس اللي في التجاره كيطبقوا غير الاسعار اللي خاصها تكون مطبقه، ونكونوا في التواصل معكم ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب،
بارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.